أبدى الفلسطينيون في مدينة رفح أملهم في أن تسفر المباحثات حول الورقة المصرية الجديدة عن هدنة طويلة الأمد تسمح بعودتهم إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة. من الجهود المقامة حاليا بين مصر والوفود المفاوضة أن تسمح هذه الجهود عن ثمار وتحل الهدنة، نتمنى إحنا العودة إلى الشمال وتنتهي الحرب على خير، لأنه الأمان والوضع في رفح صعب، وإحنا بعد 285 أيام الوضع صعب كتير. هان نتمنى إنه ثمار هذه الجهود تسفر عن شيء حقيقي، وإن شاء الله تعلن عن هدنة ونسمع أخبار وقف إطلاق النار والأمور تسد وتهدأ، وإن شاء الله تعالى نعود إلى شمال قطاع غزة بسلام. نتمنى إنه هذه الجهود المبذولة الدولية إنها تثمر عن هدنة أو وقف إطلاق نار حتى نعود إلى أماكننا وبيوتنا سالمين بإذن الله تعالى. بعد أكثر من 200 يوم لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، يعني يتمنى الفلسطينيون أن تكون هذه المبادرة أن تكون أكثر جدية من سابقاتها التي كانت يعتبر الفلسطينيون كما مضيعة للوقت. يعني الفلسطينيون هنا يعيشون مأساة مركبة، مأساة فوق مأساة. نتمنى أن تثمر هذه الورقة المصرية وأن تكون جادة تثمر لوقف إطلاق النار وهدنة طويلة الأمد. نحن ننتظر يعني الجهود المصرية في أوضاع الهدنة في مدينة رفح، وننتظر الجهود ونثمنها على ما يقومون به الإخوان في مصر لتخفيف المعاناة عنا في محافظة رفح وفي سوائل القطاع. احنا كمواطنين بنعلق آمال كبيرة على الجهود المصرية الأخيرة لتوقيع اتفاق تهدئة ووقف اطلاق نار هنا في قطاع غزة. بتمنى بشكل يعني كبير انه تنجح هذه الجهود، وبنشكر مصر على جهودها، وبنتمنى ان شاء الله انه يتم توقيع اتفاق وقف اطلاق نار وتنتهي الحرب ونرجع لبيوتنا ويرجع المواطنين لبيوتهم وترجع حياتنا الى ما كانت عليه او قبل 7 اكتوبر.